خبر من محافظة الجيزة، ومحافظة الجيزة بتعلن فتح المجازر مجانا خلال أيام العيد لذبح الأضاحي. استعرض السيد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك خلال المجلس التنفيذي المنعقد بديوان عام المحافظة بحضور نواب المحافظات ومدير المديريات ورؤساء الأحياء. حذرت المحافظة من نقل الأفراد والموظفين من مراكز المعلومات للإدارات الأخرى من غير بديل، وذلك بناء على قرار وزير التنمية المحلية، فيما أعلنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل عن فتح مجازر المحافظة لذبح أضاحي المواطنين مجانا طوال أيام عيد الأضحى، وإلغاء الأجازات وتعزيز المجازر بالأطباء اللازمين للكشف والذبح، كذلك التنسيق مع الصحة ومع التموين لشن حملات متواصلة خلال العيد علشان ما يحصلش أي مشاكل.